عايز اسال اتفضل. حضرتك، هو الحوسبه السحابيه يعني مصطلح يمكن ناس كتير ما تعرفوش، فعاوزين نعرف الناس يعني ايه حوسبه سحابيه. طيب هوضح لحضرتك ان كامل البيانات اللي حضرتك بتستخدميها على مواقع التواصل الاجتماعي او عبر الايميل بتاع حضرتك او عبر اي وسائل تكنولوجيه موجوده، هي موجوده في مركز معلومات. مركز المعلومات ده لو موجود في مكان واحد وحصل فيه مشكله بيتوقف، فمركز المعلومات دي بتبقى موجوده على اكتر من مكان في توقيت واحد، والبيانات بتتبادل من هذه مراكز المعلومات اللي في اماكن مختلفه. فهذا القطاع قطاع واحد واعد جدا، لانه قطاع كل العالم بيبني مراكز معلومات عند دول مختلفه، وده نوع من انواع الاستثمار اللي بيتم اعتماده او تم اعتماد امس فكره اطلاق سياسه للحوسبه السحابيه داخل مصر. فكره ان انا ابتدي اجذب الشركات الكبرى زي مراكز المعلومات الكبيره على مستوى العالم، مواقع السوشيال ميديا، مواقع الايميل، المواقع الخاصه بالخدمات الحكوميه، المواقع الخاصه بالخدمات البيزنس او الاعمال، ان يبقى لها مراكز معلومات داخل مصر. ده بيضخ اقتصاد رقمي كبير جدا داخل الدوله المصريه، وبيعمل جذب لهذه الشركات بشكل كبير جدا. ففكره ان يبقى عندي سياسه ويعني فكره منهجيه للتعامل هذه الموضوع وتشريع لهذا الموضوع، دي فكره قويه جدا، وخصوصا ان مصر من الدول الواعده جدا، لان هي بيعدي من عليها كابلات الالياف الضوئيه او الكابلات البحريه اللي بتغطي لدول اخرى الانترنت. انا عندي اكثر من 17 دوله بتاخد الانترنت عبر دوله مصر، فبالتالي هي مصر مركز. لو ال 17 دوله دول اتعمل لهم مراكز معلومات داخل مصر، فده نوع من انواع الاقتصاد الرقمي الكبير جدا في الدوله المصريه.